أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء
وهو القوي العزيز. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا
وعملا متقبلا. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.